اليوم في ذكرى الثورة اللي كانت شعارها شغل حرية كرامة وطنية. بعد 12 سنة بالثورة هذه، للأسف المرأة في تونس ماهيش قاعدة تتمتع بكرامتها. باش نبدأ خاصة بالملف بتاع عمال الحظائر اللي فيه نسبة كبيرة معناها من نساء تخدم في القطاع هذايا، في الحظائر، في منظومة الحظائر. النساء اللي يخدموا في القطاع هذايا بالحق معناها قاعده تمارس عليهم كل اساليب الظلم والتهميش والحيف والتمييز والقمع والاستغلال. معناها وصلت حتى الممارسات الدنيئه، سامحني، من مديري المؤسسات اللي يخدموا فيهم معناها ومن عرفاتهم، توصل حتى للتحرش. معناها توصل ممارسات انه المسؤول يطالبك معناها بمهام، خاصه انه احنا في ملف عمال الحظائر ما عندناش قانون يحدد المهام اللي تقوم بها ولا يحدد حتى ساعات العمل بتاعك. توصل المسؤولين وفي بعض الأحيان معناها أكثرية الشيء هذا صاير مع المعتمدين، يوصلوا معناها يطلبوا من عاملات الحظائر إنها بعد ما تكمل حتى الخدمة بتاعها معناها في المؤسسة العمومية اللي تخدم فيها تجي حتى للدار وتنظف كذا، وتوصل ساعات حتى للتحرش. معناها بالحق معناها احنا نقولوا اللي راهو الثوره اللي صارت واللي كان كما قلت الشعار بتاعها الكرامه، المراه التونسيه اليوم في 2023 واللي هو عار على الدوله، المراه التونسيه ماهيش قاعده تتمتع بالكرامه نتاعها. اليوم احنا توسمنا خير انه قلنا رئيسه الحكومه نتاعنا مراه، فرحنا نساء تونس وقلنا المراه هذه مش تاخذ لنا حقوقنا، لكن ما رعنا الا انه السيده رئيسه الحكومه لا اسمع لا ارى لا اتكلم، لا نسمع صوتها، لا نشوف دفاعها عن المرأة وعلى حقوق المرأة اليوم في تونس. النساء الفلاحيات قاعدين نشوفوا فيهم يموتوا كل يوم، معناها ما فما حتى قانون يحميهم وما فما حتى معناها أطر قانونية يخدموا فيها، قاعدة تموت نساء كل يوم. عاملات المحار كيف قاعدة معناها بالحق، معناها هذه مهازل دولة، في دولة نورمالمون على رأسها رجل قانون كان المفروض أنه يطبق القانون، وخاصة معناها انه عندنا من القوانين الحمد لله معناها في تونس نورمالمون ما يخول للمرأة انها تعيش معناها على فوق راسها ريشة، لكن للأسف اليوم نلقاو احنا رواحنا قدام حكومة تتجاهل المرأة وتتجاهل كل حقوق المرأة، بالعكس قاعدين يعفسوا علينا. ما فما حتى معناها بوادر نتاع النهوض بالمرأة في تونس. المرأة قاعدة تتظلم برشا برشا برشا، خاصة كيما ديما نحكي على النساء المفقرات والمهمشات. معناها راهو حان الوقت معناها باش تكون فما لفتة جدية للنساء في تونس. رغم تهميشكم لنا، رانا نحن باش نقعدوا حراير تونس وباش نقعدوا واقفين لتونس اولا والقضايا نتاعنا والقضايا المهمشات في كل القطاعات، من الفلاحة للمحار العمال عاملة الحظائر حتى القانون 38. اليوم عندنا دكاترة نساء من الدكاترة قاعدة تهاجر، معناها تهاجر معناها هذه معناها بالحق كارثة في الدولة هذه، انه توصل نساء معناها ودكاترة باحثين معناها يهاجروا للدول الاخرى باش تتمتع دول اخرى بمعناها افكارهم وخبرتهم، لانه ما لقاوش حظوظهم في الدولة هذه اللي تقمعت فيها المرأة وتهمشت وتهرسلت. من بين المشاكل اللي قاعدة تتعرض لها نساء بصفة عامة، باش نخص بالذكر من الاول عاملات الحظائر اللي تم في إطار انتدابهم في الدفعة الأولى معناها تم توزيعهم خارج ولاياتهم وخارج معناها بعيد على مقرات السكن بتاعهم، تم توزيعهم حتى في مناطق نائية حتى النقل ما يوصلهمش. أنا معناها البارح تكلمني عاملة حظائر تشكيلي تقولي مشيت نشوف المؤسسة اللي بعثوني ليها، تلقاها بعثوها المؤسسة سد معناها في أقصى الريف بتاع بنزرت وهي تسكن في القصرين. المرأة هذه تبكي لأنها 12 سنة تستنى في الترسيم تاعها، وقت اللي جاها الترسيم اعتبرته بمثابة معناها السكين اللي تحطت على
رقبتها، ما تنجمش تلتحق بالمباشرة، ما تنجمش تباشر العمل بتاعها لأنها عندها صغار وعندها كفالة لأمها. معناها هذه الشهادة من بين معناها بارشة شهادات راهو في ملف الحضائر، وأنا نأكد ونقول أنه نعرف أنه من الدفعة الأولى بارشة نساء ماهيش باش تباشر العمل بتاعها وباش تتحرم من الوظيفة العمومية فقط لأنه الحكومة اعتمدت طريقة تعجيزية، وهذه الطريقة راهي ممنهجة لدفعهم باش ما يباشروش العمل متاعهم في إطار سياسة التقشف اللي قاعدة تقوم بها الدولة. هذا أقل شيء نجم نذكره على ملف عمل الحضائر. كيف معناها نساء تونسيات والقمع اللي قاعدين يتعرضوا له، وبالحق معناها راو باللي باش نحكي باللي باش نقول الظلم اللي قاعدة تتعرض له المرأة التونسية خاصة في العاملات اللي ما فماش قانون قاعد يحمي فيهم، اليوم قاعدة تلز فيهم نساء هذوما للهجرة السرية، نساء قاعدة تموت عرض البحر، فما نساء قاعدة تموت في الأراضي الفلاحية في تونس، ونساء قاعدة تموت في البحر يعني في البر وفي البحر، نساء قاعدة تموت سيد الرئيس فقط لأنه ملقاوش حظوظهم وملقاوش معناها شكون يسمعهم في البلاد هذية وشكون يحميهم من معناها الممارسات متاع الوحوش السائبة، خليني أقولها أنا بسميهم وحوش سائبة، اللي قاعدة تنتهك في أعراض النساء، تنتهك في حرمة النساء، تنتهك في حقوق النساء بجميع الفئات كسواء من الفلاحة كسواء الحضائر، جميع النساء في تونس خاصة النساء اللي ماهيش ما عندهاش قوانين تحميها اليوم بالحق قاعدة تنتهك، والشيء هذايا هو اللي خلى يؤدي معناها إلى هجرة سرية للنساء هذية قاعدة تموت عرض البحار، وفيهم حتى اللي قاعدة توصل غاديكا ويتم التنكيل بها غاديكا، يعني ما لقاوش حظوظهم لا في تونس ولا في البحر ولا في البر ولا حتى خارج تونس. بناء وسويت للي ذكرته الكل، أطلقنا نحن ثلاثة مؤسسين وممثلين على عمال الحضائر، أطلقنا حملة بعنوان فاضل كيس. الحملة هذه ستعنى معناها مطالب عمال الحضائر بدرجة أولى، وستعنى ومش تكون عندها معناها مفتوحة على جميع الحركات الاجتماعية الأخرى، وخاصة بما أنه أحنا المؤسسين فيها زوج نساء وراجل، باش نعطيو دور مهم للحركات الاجتماعية اللي تمثل الفئات النسوية خاصة في نساء الفلاحة ونساء العاملات المحار. المطالب اللي معناها الحملة متاع فاضل كيس بدأت بمطالب متاع عمال الحضائر اللي هي تتمثل في التسريع في انتداب الدفعة الأولى من عمالة الحضائر واستكمال إجراءاتها، انتداب الدفعتين في سنة 2023 كتعويض على التأخير اللي صار مع الدفعة الأولى، مراجعة معناها طريقة طرح الشهورات في المنصة الرقمية وطريقة الانتداب التي تم اعتمادها مع الدفعة الأولى واللي نرفضها رفض قاطع ومانيش باش نقبلوا إنها تكون مع بقية الدفعات. نطالبوا كيف الحكومة بالتصريح بكل شفافية بعدد عمال الحضائر المباشرين فعليا في المؤسسات من الدفعة الأولى، وتعويض من لم يباشر منهم بمن يليه في القائمة وإلحاقه بالدفعة الثانية. عنا مطلب آخر، المطلب الخامس تقريبا أو الرابع، اللي هو عنا زيادة تم إقرارها في الرائد الرسمي بتاريخ أكتوبر 2022. الزيادة هذه إلى حد الآن ما تمتعناش بها، نطالبوا بتفعيلها وصار في المفعول الرجلي الخاص بها. نطالبوا كيف بمراجعة التغطية الاجتماعية والصحية وترفيع في نسبة الاقتطاع لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي حتى يتمكن عمال الحضائر اليوم من الحصول على دفاتر علاج تغطي مصاريف محترمة من تكاليف العلاج في المؤسسات العمومية. كممثلة على عمال الحضائر وكمرأة تونسية، نطالب السلطات التونسية كلها بمراجعة معناها القوانين اللي تحفظ حقوق المرأة في تونس، مراجعة كل المراسيم والمناشير اللي تخص المرأة، إعادة معناها لفت النظر للمرأة التونسية ولحقوقها، خاصة نحب نأكد بالحق على عاملات الفلاحة وعاملات المحار، لأنه أنا في حملة فاضل كيس في إطار الزيارات الميدانية اللي قمنا بها المناطق الداخلية بالحق وصلنا حتى صورناهم عاملات الفلاحة كيفاش التنقل متاعهم معناها في كمين ماهيش محمية، كيفاش بالحق معناها فما حتى قانون يحميهم. اليوم نطالبوا صورة الإشراف هذية
بي راهم منسي هذو منسي توينسا وراهم سقاو الأرض هذية بعرقهم وبدمهم وراكي نحكيو على عاملات الفلاحة نحكيو على ازدهار في الاقتصاد لأنه الفلاحة راهي جزء مهم من اقتصاد البلاد. سيدي الرئيس اليوم بما أنك معناها تتمتع بكافة السلطات في البلاد هذه لفتة جدية للنساء هذوما، نحب نطالبوا بقانون يحميهم ويحدد معناها كيفية العمل بتاعهم الأجور بتاعهم ومعناها وتمتيعهم بالتغطية الصحية والاجتماعية لأنهم بالحق ما عندهم حتى حق في البلاد هذه. ما يربطهم بالبلاد هذه كان بطاقة التعريف اللي مكتوب فيها الجنسية التونسية.